السؤال: ما قولكم في بعض الألفاظ المستعملة من بعض الناس بعد الانتهاء من الأكل بقولهم بصحتك، أو وكذلك بعد الصلاة قولهم اللهم تقبل، أو تقبل الله صلاتك، أو ربي يتقبل، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. ما بعد، فإن قول بعضهم للآكل أو الشارب عند انتهاء منه بالصحة والعافية وغيرها من العبارات الدالة على اهتمام الأخ بأخيه، وهي تحمل معنى الدعاء، فلا أرى مانعا من ذكرها إذا لم يقصد التعبد بذات العبارة ولا التزام بكلماتها، وذلك لدخولها في عموم القول بالمعروف والكلمة الطيبة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. فتكون الكلمة الطيبة مطلقا وبين الناس صدقة، فهي شاملة لكلمة التوحيد والذكر والبدء بالسلام ورده وتشميت العاطس والكلام الطيب في رد السائل. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كما يدخل في كل كلام حسن يسرد به صدر المؤمن ويفرح به قلبه ويدخل فيه السرور. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وفي الحديث: اتقوا الله ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبالكلمة الطيبة. غير أن الذي اعتده بعض الناس قولهم عقب الصلاة الجماعية مباشرة وعند المصافحة تقبل الله ونحوها من الكلمات، ويقول الآخر منا ومنك، فإن مثل هذا لصيق بالعبادة ولا أصل له في الشرع، ومخالف للسنة التركية، لأن هديه صلى الله عليه وسلم عقب السلام البدء بالاستغفار، ثم الأذكار الواردة، ثم التسبيح والتحميد والتكبير وغيرها مما هو معلوم في السنة. والفرق بين الحكمين السابقين أن الأول يتعلق بالعادات، فالأصل فيها الجواز ما لم يرد دليل مانع أو يحمل في ذاته عبارات لا يرضاها الشرع، بينما الحكم الثاني فمتعلق بالعبادات لإضافته لحكم الصلاة، وكل ما أضيف إلى حكم شرعي فإنه يحتاج إلى دليل من الشرع يسنده ويؤيده. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.